فنشر شبهات أهل الأهواء والفرق الضالة في وسائل التواصل، وإن كان قصد المرسل حسنا فإن هذا لا يصح، فلا نرسل هذه الشبهات في وسائل التواصل، شبهات أهل الفرق الضالة والأهواء، لأنها قد تقع في قلب رجل فيقع في المهالك والعياذ بالله. ويزيد الأمر سوءا ويزيد الأمر سوءا أن بعض الناس يرسل هذه الشبهات من دون رد عليها، فإذا أرسل هذه الشبهات من دون رد عليها أوقع في الناس الشبهات. وأضرب لكم مثالا يتضح به المقال، أن بعض الناس يرسل بعض شبهات الفرق الضالة في وسائل التواصل. الآن في وسائل التواصل بعض الناس ينشر شبهات الفرق الضالة المسمى بداعش، يرسلون شبهاتهم في وسائل التواصل، هو قصده حسن، قصد هذا الرجل في إرسال هذه المقاطع قصده حسن بأن يطلع الناس على ما عند هؤلاء من الضلال، لكنه لا يأمن أن هذه الشبهات التي ترسل تقع في قلب رجل واحد من تقع في قلب رجل من الناس فيهلك بسبب هذا المقطع الذي أنت أرسلته. ويزيد الأمر سوءا أنك ترسل هذه المقاطع من دون رد على هذه الشبهات. ومن عرف حال السلف رحمهم الله عز وجل في عدم سماعهم للشبهات عرف عظيم خطر هذه الشبهات. كان بعض السلف وهم من أئمة السلف يضعون أصابعهم في أذانهم من أجل أن لا يسمعوا من هذا المبتدع كلمة واحدة فقط، وهم من أئمة السلف أصحاب الديانة وأصحاب القوة في العلم، ومع ذلك يضعون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعوا هذه الشبهات فتقع في قلوبهم. لذلك يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: وعلى ذلك أئمة السلف، أي في عدم سماع شبهات أهل الضلال، لأن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة. الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة، لا تأمن على نفسك. فالذي أوصي به نفسي وإخواني ألا نرسل هذه الشبهات في وسائل التواصل حتى لا تتسبب في هلاك رجل وأنت لا تشعر. نسأل الله أن يعافينا وإياكم.